الأهلي والشباب مباراة منتظرة، يعني الأهلي والشباب مبارياتهم يعني في السنتين الأخيرة أصبحت أهم الأحداث الرياضية اللي نعيار ممكن النخيل بالضبط. نار يا حبيبي نار. نار يا حبيبي نار. خلينا نشوف تقرير مباراة الأهلي والشباب. قمة من قمم الجولة 16 من دوري زين السعودي للمحترفين، حين يحل فريق الشباب ضيفا على فريق الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. المستضيف الأهلاوي يدخل لقاء الغد بعد أن نزف الكثير من النقاط بسلسلة من الخسائر والتعادلات، حيث يملك في رصيده 19 نقطة في المركز السابع. ويعاني الفريق الأهلاوي من غيابات عدة بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق هذا الموسم، إضافة للموقوف كامل الموسى بسبب الإنذار الثالث. ويسعى تشيكي ياروليم للظهور غدا بصورة مغايرة بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة. وعلى الطرف الآخر من اللقاء البلجيكي برودوم ليس بأفضل حال من نظيره، فبعد الخروج من غمار بطولة كأس ولي العهد أصبح الحمل أكبر على الفريق الشبابي لمصالحة جماهيره، فرغبته في الصدارة تحتم عليه الفوز للتقدم من مركزه الثالث ونقاطه 32. وسيفتقد الفريق الشبابي غدا للمدافع نايف قاضي للإيقاف بالبطاقة الصفراء الثالثة. ويعول أنصار الفريق على نجومية الأرجنتيني تيغالي وتفاهمه مع الهداف الشمراني لحسم نتيجة اللقاء لصالحهم، فمن سيصالح جماهيره على حساب الآخر، القلعة أم الليل؟ عبد الرحمن، الأهلي والشباب. شوف الأهلي والشباب مباراة تأتي في ظروف مختلفة حقيقة، ليس الفريقين بوضعهم الفني جيد، وإن كان الشباب يعني خف ضرر عندي في تصوري من الأهلي بحكم أنه قريب من المنافسة في المركز الثالث، قريب من الفتح والهلال، يعني خطوات بسيطة، لكن أيضا الفريق يعاني على مستوى الأداء الفني هذا الموسم، ليس هو شباب الموسم الماضي. قرين الأهلي نفس الوضع، يعني نفس الوضع يعاني مشاكل فنية، حبة فوق وحبة تحت، يوم نلقى الفريق يقدم بشكل جيد ويحقق نتائج إيجابية، يوم نلقاه بالكاد يفوز بالكاد يتعادل. عند الفريق مشاكل فنية في الخط الخلفي، واضح الأهداف تأتي بسهولة، ارتفاع حصيلة الأهداف، يعني الفريقين كانوا من أفضل الفرق العام الماضي على صعيد التسجيل في مرميهم، اليوم الأهداف تدخل بكل الطرق وبسهولة كبيرة، لكن هذا لا يعني ما ننتظر مباراة الأهلي والشباب. أنا شخصيا سألتني مثل مباراة الموسم الماضي، لا 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 أتصور أنها ستكون على مستوى الإثارة، لكن ما سيحدث بعد المباراة ربما هو ما سيكون مثير، خاصة إذا ما مالت الكفة لأحد الفريقين. إحنا شفنا مباراة الدور الأول، لأن الفريقين في بداية المنافسة على الرغم أنها ثالث مباراة أو ثاني مباراة في الدوري، إلا أنه كانت مثيرة جدا، انتهت باثنين بهدفين. تتوقع فيها مدرب يطير بكرة؟ لا لا ما تصور، خصوصا أنه الشباب متعاقد مع المدرب مدة مدير فني ومدة 4 سنوات أو 3 مواسم، الأهلي أيضا متعاقد مع المدرب مدة 2 عامين، ربما الأهلي بعد تجديد الثقة في المدرب ربما يحدث لو حصلت خسارة يحدث هزة نوعية في مستوى الفريق، لكن هذا لا يلغي حقيقة أنه الضجيج الإعلامي حول المباراة لن يتوقف بحكم يعني أحداث سابقة بين سواء بين يعني الإعلامي الفريقين أو بين الجماهير الفريقين، على غرار ما حدث في المرحلة الأولمبي بين الفريقين وما شابه ذلك. اليوم الأهلي والشباب يعني مثار حديث مستمر ولن يتوقف، لكن يبقى حقيقة العلاقة بين إدارة الناديين على مستوى. مين اللي صعب عليه الخسارة بكرة أكثر؟ والله شوف أنا أتصور أنه في جانب الأهلي أصعب، جانب الأهلي أصعب منها على جانب الشباب، عطفا على أنه الأهلي يعني خسر قبل يعني فترة في كأس ولي العهد في دور الأربعة، عطفا على أنه أمام الفريق يعني منح المدرب ثقة، في هناك نية كانت
في توجه للغاء عقد المدرب يعني كما نسمع، ولا أحد يملك أخبار رسمية في هذا الجانب، يعني فقط كانت إيماءة الأمير فهد بن خالد حول إخطاء المدرب دون التصريح بإقالة المدرب. هذه الجوانب ربما هي في جانب الأهلي أكثر إيلاما، لكن الشباب أنا أتصور حتى لو فقد نتيجة المباراة سيكون لديه فرصة قادمة في قادم الأيام، ما زالت المرحلة كاملة خاصة في توقف فترة التوقف لمعالجة الأخطاء. والله ما أزيد على كلام عبد الرحمن، لكن أيضا إثارة الأهلي والشباب خلال الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت أيضا خارج الملعب كثير يعني، لكن أعتقد أن هذه المباراة هي فرصة للشباب ليعود بقوة للمنافسة للأمام، وفرصة الأهلي لكي يوقف مسلسل الإحباطات والخسائر التي تعرض لها الفريقين، كلاهما خرج من كأس ولي العهد، وضعهما جدا صعب. أعتقد أنه الضعف الدفاعي في الفريقين سبب كبير فيما يحدث لهما، وأعتقد أنه مهاجمي الفريقين سيسجلان كثيرا غدا أتوقع. على مين؟ نفس السؤال اللي سألته الحسن، على مين الخسارة صعبة بكره؟ أعتقد أنه على الأهلي، لأنه تواصل الخسائر جدا مزعج لفريق مثل الأهلي. طيب. جدا. المباراة الثانية غدا راح تكون بين الفتح والشعلة، تابع التقرير. مع عودة الأجواء التنافسية إلى دوري زين، يعود المتصدر الفتح للعب من جديد على أرضه عندما يستضيف غدا الشعلة القادم من الخرج في الجولة 16. يدخل الفتح لقاءه منفردا بالصدارة بعد أن جمع 36 نقطة من 11 انتصارا وثلاث تعادلات وسجل نظيف من الخسائر. المدير الفني التونسي السيد فتح الجبالي ركز كثيرا على تعزيز رصيده النقطي في الدوري متناسين الخروج من مسابقة كأس ولي العهد، وأولى اهتماما كبيرا باقتناص الفرص عبر بناء الهجمة وسرعة تناقل الكرة في ظل افتقاده لورقة ربيع السفياني الذي لم تكتمل جاهزيته ومواصلة أحمد الموسى برنامجه التأهيلي. الفريق الضيف الشعلة يدخل المواجهة وهو بحاجة ماسة للفوز للهروب من مراكز الخطر بعد أن احتل المركز العاشر ب14 نقطة، مما يعني أن خسارته ستصعب مهمة الوصول إلى المناطق الدافئة. المدير الفني للفريق محمد صلاح استعد للمواجهة بتكثيف العنصر اليقي وانتهاج أسلوب الضغط على حامل الكرة وتأمين المناطق الخلفية لفريقه. ورغم تنفس مدرب الشعلة للصعداء بعودة المصابين حسن الطير ومشعل الموري إلى التدريبات، إلا أن التحضيرات الأخيرة شهدت غياب الثنائي راشد الدويسان وأحمد سعد. وبين الإصرار على مواصلة الصدارة ورغبة تحسين المركز، يبقى السؤال: هل يكمل الفتح انطلاقته في قمة زين دون أي خسارة، أم يكون لشعلة الخرج كلام آخر في هذا اللقاء؟ لبرنامج كورة، حسن الجهني. تفرغ الفتح للدوري، ما عاد عندها الحين الا الدوري، فاضي للدوري والدوري فاضي له، والاهم ان لا تؤثر خساره كاس ولي العهد على الدوري، لانه لدينا مشكله كبيره، كثير من الفرق التي تنافس الامام عندما تخسر في بطوله اخرى تجدها تقع في مطبات كثيره في الدوري. لكن اعتقد انه الفتح كمنظومه فريق متكامل وسيلعب على ارضه وبين جمهوره، ربما ستكون المباراه غير محسومة طبعا في عالم كرة القدم، لكن الفتح هو الأقرب. الشعلة فريق يقدم مباريات تختلف من جولة إلى جولة، لديه مدرب، أنا أعتقد شخصيا أعتقد أنه مدرب مميز، لديه مهاجم الحقيقة من أجمل المهاجمين في الدوري السعودي حسن الطير، أعتقد أنه لو وضع لديه فريق متكامل خاصة في صناعة اللعب أعتقد أنه راح يكون أحد الأسماء البارزة في الدوري السعودي. أبو عبد الرحمن، شوف تباين الطموح نسميها مباراة الفتح، والفتح اليوم ما عنده إلا الدوري، هو المتصدر، عنده فرصة فعلا للمضي قدمه في المنافسة، عنده حوالي 14 يوم بيرتاح فيها ويرتب أوضاعه خاصة في ظل خسارة كأس ولي العهد وخروجه من البطولة العربية. الشعلة في نفس الوقت هو فريق يطمح إلى البقاء، ولذلك هنا تباين الطموح اللي أقول لك عنه، اللي هو فريق يبحث عن الصدارة والمواصلة
والخروج على أقل تقدير بإحدى بطاقات التأهل للبطولة الآسيوية في الموسم القادم. وهذه مسألة مهمة للفتحويين إن لم يكن رأس الدوري، وهي مسألة غير مستبعدة عطفا على الأرقام. لكن في النهاية أنا أعتقد أن الفتح أقرب من زميله الشعلة، المباراة على أرضه بين جماهيره، يملك أوراق فنية حاسمة، مدرب يعرف كيف يعني يتعامل مع ظروف المباراة والظروف المحيطة فيها. فتح الدوري ليس فتح حقيقة البطولات الخروج المغلوب، وضح هذا جليا في البطولة العربية وفي البطولة بطولة كأس ولي العهد. لذلك أنا أتوقع أنه المباراة أقرب إلى الفتح منها إلى الشعلة. طيب المباراة الثالثة غدا راح تكون بين الاتفاق والتعاون، تابع التقرير. ضمن الجولة 16 من دوري زين السعودي للمحترفين، يستضيف التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة فريق الاتفاق. يدخل سكر القصيم هذا اللقاء محتلا المركز 11 ب13 نقطة، فيما يدخل النواخذة اللقاء وفي جعبتهم 25 نقطة في المركز الخامس. لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز اتفاقي بهدفين للا شيء، ويسعى الفريق الاتفاقي لمواصلة الانتصارات للمنافسة بقوة على المراكز الأربعة الأولى في سلم الدوري. بينما يأمل التعاونيون الخروج بثلاث نقاط ستفيدهم كثيرا للاقتراب أكثر من مناطق الأمان والبعد عن خطر الهبوط. فمن سيظفر بنتيجة اللقاء؟ سكر القصيم بأرضه وجمهوره أم الكوموندوز بقوتهم الهجومية؟ عبد الله، يعني دائما المباريات التعاون والاتفاق انا من خلال متابعاتي لها ان مباريات جدا دائما تكون جميله. اول شيء ان الاتفاق يعني فريق من الفرق المنافسه دائما ومتقدمه، هذا الموسم ليس الاتفاق كما كان. التعاون هذا الموسم تعرض الى ظروف كثيرة جدا في الدوري، بداية من عدم الاكتمال المطلوب من ناحية اللاعبين الأجانب القادرين على قيادة الفريق، أيضا ظروف بداية الموسم، ظروف التحكيم، الأشياء الكثيرة. التعاون أيضا خسر في المباراة الماضية في الدوري والتي قبلها ثلاثة من أعمدته، أحمد مفلح واليامي ومن ثم عاد اليامي، الآن لديه مشكلة في قلب الدفاع الأردني محمد الباشا مع أحمد مفلح مع علاء ريشاني. أعتقد أنه هناك ظروف ستحيط بالمباراة، لكن أعتقد أنه ليست دائما هذه الظروف تكون محبطة. دائما التعاون يتعرض لظروف كثيرة لكنه يعود. هو الفريق مطالب غدا أن يعود من أجل أن يكون لدى إدارته ومسيره هذا الفريق أريحية أكبر في فترة الإجازة من أجل العمل الأفضل لما تبقى من الدوري. أبو عبد الرحمن، شوف هي مباراة يعني فيها ربما الاتفاق يعني يقدم نفسه بشكل جيد، عطفا على أنه في الفترة الأخيرة للأمانة الاتفاق يعني يقدم مباريات ممتازة. لو تجاوزنا خسارته مثلا من الوحدة في كأس ولي العهد، الفريق كان يعني يسير برتم جيد مع المدرب البولندي، تحسنت نتائجه، وضعه الفني ربما صار أفضل، لكن ما زال الفريق أيضا يعاني في ظل إصابة يوسف السالم وبعض المشاكل المالية عند بعض اللاعبين مع إدارة نادي الاتفاق هي يعني المؤثرة. التعاون بالتأكيد أنه أيضا فريق لا يمكن تجاوزه يعني بسهولة، فريق جيد ويلعب على أرضه بين جماهيره، ويطمح حقيقة إلى تعزيز موقعه في الدوري وإلى الاطمئنان إلى 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 نتائجه. أنا أتصور المباراة يعني لا أحد يستطيع الجزم إلى أين تتجه، للتعاون والاتفاق، بل من الصعب توقع التكهن بنتيجة المباراة. لكن ربما الاتفاق لديه أوراق فنية أكثر يعني خبرة ودراية بهذه المباراة من زميل شقيق نادي التعاون. طيب نشوف بطاقة لمباريات الغد. تقام مساء الغد ثلاث مباريات، حيث يستضيف التعاون في تمام 3:25 دقيقة عصرا فريق الاتفاق،
ضمن الجولة 16 من دوري زين السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وسينقل اللقاء عبر القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق ناصر الأحمد. وفي اللقاء الآخر يحل الشباب ضيفا على الأهلي في تمام 7:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشرائع ضمن الجولة 16 من دوري زين السعودي للمحترفين. وسينقل اللقاء عبر القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق عدنان حمد. وفي اللقاء الثالث يستضيف الفتح فريق الشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلو الرياضية بالأحساء ضمن الجولة 16 من دوري زين السعودي للمحترفين، وذلك في تمام 3:00 عصرا. وسينقل اللقاء عبر القناة السعودية الرياضية الثانية بصوت المعلق عبدالله الغامدي. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. فرانك ريكارد بين مطرقة تحقيق الطموحات الخضراء وسندان المطالبات،